إخواني أخواتي، نتمنى تكونوا بأتم الصحة والعافية. وأنتم تشاهدون هذا الفيديو، اليوم سأقدم لكم مقروط قلب اللوز أو مقروط سنيوة اللي كيجي رائع جدا. كل واحد شنو كيسميه، كيجي معلك من الداخل وشارب العسل جيدا، وأيضا ديك الحشوة اللي غنديروها كتجي لذيذة جدا. كما لاحظتوا القوام ديالو، الهشاشة ديالو، هاد الوصفة إن شاء الله غادي تكون ناجحة وممتازة للناس اللي كيحبوا المقروط ويقدموا إن شاء الله في موائد رمضانية ديالهم وفي العيد إن شاء الله. فابقوا معايا لنهاية الفيديو وفرجة ممتعة. فبسم الله على بركة الله. بالنسبة للمقادير، أول شيء غادي نحتاجو 3 زلافات ونصف من سميد الذرة الرقيقة جدا كما كتلاحظوا، ما يعادل 750 غرام. غادي نقيس بهذه الآنية، هذه كل واحد يقيس بالآنية اللي كيحب الظل. هنايا كنستعمل هذه النوعية، هذه كما لاحظتوا لا بولينتا، باش غادي تجيني هذيك السميده، غادي تجيني يعني ناجحه في الوصفه. غادي نحاول هكا نوضعها فوق مقلات ونضعها فوق النار واحد المده ديال 10 دقائق مع التحريك المستمر، تتاخذ واحد اللون بني فاتح بهذه الطريقه هذه، وكنطفي عليها النار وكنخليها حتى كتبرد، عاد غادي نكمل معكم الوصفه. فبالنسبه للمكون الثاني، غادي نحتاجو زلافه من الزبده ما يعادل 220 غرام. كنقيسو دائما بنفس الانيه اللي كنكيلو بها المواد الاخرى. ايضا سنحتاج الى الملح، وسنحتاج الى الدقيق الخالي من الجلوتين ما يعادل 220 غرام. ايضا سنحتاج الى بيضتان، وسنحتاج الى كيس من خميره الحلويات ما يعادل 8 غرام. وايضا سنحتاج الى ماء الزهر، كنستعمل هذه النوعيه. غناخذوا واحد الاناء ديال العمل، غادي نفرغوا فيها هذيك السميد بعد ما بردات لينا. غادي نضيفوا ليها زلافه من دقيق الخالي من الجلوتين، استعملت انا دقيق شار ميكس بي. غادي نمزجوا المكونات جيدا، بعد ذلك غادي نضيفوا لهم واحد الملعقه صغيره من الملح، وهنايا غادي نضيفوا هذيك الكميه ديال الزبده بالكامل ما يعادل واحد 220 غرام، هي اللي غتكفيني تقريبا باش نغطي جميع الحويبات ديال السميد والدقيق يتلبسوا ليا جيدا بالزبده. وكنحاول هكا بالكف ديالي نحاول نبسبس هذا الخليط جيدا بهذه الطريقه، هذه طريقه راه معروفه وبسيطه. وبالنسبه لهذا الخليط هذا، فغادي يبات لينا مده ليله كامله، يعني واحد 12 ساعه غادي نخليه يتشرب لينا الزبده جيدا، ومن بعد في الغد غادي نشتغلوا به ان شاء الله. الا كنتو يعني مزروبين وباغين تخدموا به، فعلى الاقل تخليه واحد 6 ساعات ومن بعد تشتغلوا به عادي. هنايا بعد مرور ليله كامله فرغت فهاد الانيه ديال العمل، وكما كلاحظتوا كيولي بحال كيتحجر قليلا من الفوق او كيجف، فكنحاول هكا نفتحه باليد ديالي جيدا بهذه الطريقه هذه. ومن بعد نضيف ليه باقي المكونات اللي هي عباره عن بيضتان يكونوا بدرجه حراره المطبخ، نضيف ليه كيس من خميره الحلويات، ونمزجوا جيدا الخليط. هذا الخليط هذا غادي نجمعوا فقط بماء الزهر، تقريبا واحد زلافه ديال ماء الزهر. واللي ما كيبغيش يعني ماء الزهر يعني تكون النكهه ديالو يعني قويه جدا، فيخلط ماء الزهر والماء ويبدا يضيف هكا تدريجيا وهو كيجمع في العجين. ما نحاولوش هكا ندلكوا العجين، نحاولوا فقط باطراف الاصابع ندخلوا داك ماء الزهر في الخليط. صدقوني فقط بماء الزهر كتجي احسن والنكهه ديالو كتجي رائعه جدا. كنستمروا على هذه الطريقه هذه حتى كنحسوا به بدا كيتجمع لينا في اليدين ديالنا، وكنحاولوا نقسموا هكا الخليط الى قسمين، وكنخليو هذا الخليط جانبا حتى كيتشرب لينا هذاك ماء الزهر يعني واحد المده ديال ربع ساعه، ونمروا باش نوجدوا الحشوه. وهنايا بالنسبه للحشوه، غادي نحتاجو 3 زلافات من الكاوكاو او الفول السوداني. دائما القياس كنديروه بنفس الانيه. انا دخلته للفرن وحمصته قليلا تاخذ هذا اللون البني الفاتح، وكتحيد ليا هكا القشره بسهوله، النصف حيدت لي القشره والنصف خليته القشره ديالو، ومن بعد طحنته. ايضا ساحتاج الى معلقه كبيره من الزبده المذابه، وايضا ساحتاج الى زلافه من السكر حبيبات. غادي نجمع هذه المكونات هادو دائما بماء الزهر. هنايا كما كتلاحظوا بعد ما طحنت الكاوكاو ديالي على هذا الشكل هذا، يعني كنخليوه هكا خشن، طحنته انا فقط في الاله اليدويه كطحن لينا يعني كاوكاو بطريقه يعني ممتازه.
وهنايا غادي نضيف لي واحد الملعقه كبيره من الزبده المذابه، كنضيفوا لي ديك الكميه ديال السكر، كنحاولوا ندخلوا هاد المكونات جيدا، ومن بعد كنحاولوا نجمعوا بماء الزهر. بالنسبه لماء الزهر ما ضفتش واحد الكميه كثيره، ضفت تقريبا واحد نصف كاس حتى الكاس الا ربع، لاننا بالمساعده ديال الحراره ديال اليد فكيبدا الكاوكاو كيخرج هذوك الافرازات ديالو، ايضا السكر كيبدا يذوب وكيعطينا هذيك التعليكه او كما كتلاحظوا كيبدا يتجمع لينا هكا بسهوله في اليد ديالنا، وكنخليو هذا الخليط جانبا. هنايا كما لاحظتوا خديت واحد الصينيه ديال الفرن اللي هي متوسطه، فرشت ليها ورق المطبخ باش نتفادى الالتصاق ديال المقروط ديالي في القاع ديال الصينيه، وهكا كنفرش عليها يعني العجينه بالتساوي بهذه الطريقه. هذه كنبسطها جيدا، غادي نستعن بواحد المدلك ونحاول نبسطها بالتساوي باش نعطيها واحد الشكل جميل. بعد ما بسطت الجزء الاول ديال العجين وصار على هذا الشكل هذا، كنفرغ الحشوه ديالي اللي حضرنا مع بعض، حتى هي كنحاول هكا نضغط عليها بشكل متساوي في السطح ديال الصينيه. ومن بعد غادي ناخذ الجزء الثاني من العجين وغادي نديرو ايضا من الفوق بنفس الطريقه. بعد ما بسطت العجين جيدا، هنايا درت واحد الخطوط فقط خفيفه، ومن بعد غادي نحاول هكا نضغط عليها بالسكين. في الاول يعني كتقطعوا فقط خطوط خفيفه وعاد كتشكلوا يعني المقروط ديالكم بهذه الطريقه هذه. انا غنديروا على شكل فقط معينات، وكل واحد يقطع على حسب الطريقه اللي كيحب. انا غندير فقط الطريقه التقليديه يعني العاديه، ومن بعد غادي ناخذ واحد الحبات ديال اللوز وغادي نحاول نثبتهم في كل واحده. وبالنسبه لطريقه الطهي، فالفرن كيكون مسخن مسبقا، النار فقط من اسفل. انا كنتكلم على الفرن يعني الغازي، النار كتكون فقط من اسفل حتى كتبدا تحمر لنا من الجوانب، وبعد ذلك كنديروا عليها النار من الاعلى، يعني ما كتاخذش لنا وقت كثير. تقريبا خدات لي واحد نصف ساعه ل 35 دقيقه، واللي عنده الفرن الكهربائي فيقدر يدير عليها النار من اعلى ومن اسفل. هنايا بعد اخراجها من الفرن كتاخذ هذاك اللون الذهبي الخفيف. كناخذوا العسل اللي طبعا كنكونوا محضرينه مسبقا، العسل كيكون يعني بارد وهي كتكون ساخنه. سبق لي وحضرت معكم العسل المنزلي، غادي نخلي لكم الرابط اسفل الفيديو. المهم كنوزعوا عليها واحد الكميه معقوله من العسل، وكنخليوها تشرب لمده يعني ليله كامله. يعني هذه الوصفه هذه الا بغيتوها تعطيكم نتيجه جيده فضروري من الصبر، وان شاء الله كتعطيكم واحد النتيجه اللي هي رائعه جدا. انا غادي نترك المقروط ديالي تشرب لمده ليله كامله، وان شاء الله نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي.
وكان هذا هو الشكل النهائي ديال المقروط سنيوة او مقروط قلب بقلاوة اللي كيجي ناجح 100% وكيدوب في الفم. هنايا كنقطع لكم واحد القطعة باش تشوفوا كي كيجي القوام ديالها من الداخل، وكما لاحظتوا بانها شربات هذاك العسل جيدا وكتجي معلكة ما شاء الله وكتجي روعة. ان شاء الله نتمنىكم تجربوا هذه الوصفة هذه لانها فعلا تستحق التجربة. وبالنسبه لطريقه التخزين ديالها فكديروها في واحد العلبه محكمه الاغلاق، فقط كتاخذوا واحد الكميه اللي غادي تستهلكوا، وبالنسبه للكميه المتبقيه فكديروها في المجمد الى حين الحاجه باش كتبقى محافظه لكم هذاك العسل وكتبقى كما هي. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون كيف العاده نال الاعجاب ديالكم، واكون دائما عند حسن ظنكم، ولا تنسوا دائما ان صحتنا في حميتنا. اترككم في امان الله، الى اللقاء.